مساء الخير، اهلا بحضراتكم. 23 سبتمبر 2017، الف مبروك للنادي الاهلي، روح الفانيلا الحمراء، الحقيقه مفخره لنا جميعا كمصريين، اداء متميز للغايه. وانا بكرر دعوتي للمدرب المنتخب، خد كده فريق الاهلي على بعضه وغير مثلا 3 4 لعيبه، يعني غير حراسه المرمى ده بالتاكيد، في كده لعيبه، في لعيب مغربي انا مش عارف اسمه ايه كده، ده ما يعني محتاج عمره الاول قبل ما ينزل تاني، اسمه ايه؟ لا ده معلول، ده التونسي ده، لا ده جاب، ده رفع الكره اللي جاب منها الجون، ده ممكن يعملوا فيه مشكله كبيره قوي لما ما اعرفش ده هيرجع ازاي من تونس. ازار ده، وليد ازار ده، ولا بتاع ده صعب جدا يعني شوف كده نعمل شويه، يعني هو ممكن يجي المدرب هنا نقعد نحط معاه خطه اللعب، ان شاء الله ربنا وفقنا ونوصل لكاس العالم باذن الله. واكرامي ولي يعني اكرامي محتاج يركز شويه عشان الدنيا مش مستاهله، انه يعني كل اللعيبه دي بتبذل مجهود خرافي يعني بصراحه، وانما هو يعني بيعمل اخطاء احيانا بتبقى يعني الجول الاولاني ده بسبب ضربه جزاء، هو ما كانش المفروض اصلا تبقى ضربه جزاء، فيعني بس هو ظبط اموره في الجزء الثاني من المباراه والحمد لله انقذ مرماه وانقذ مجهود زمايله، بس يعني ركز شويه بقى، اكرامي الكبير يقعد مع اكرامي الصغير يعني يشوفوا ايه الاخطاء وازاي تتعالج وكلام زي كده. بس ازاي احنا مصر دي مفيش فيها حراس مرمى؟ يعني ده احنا كم مليون واحد، كم 50 مليون واحد فوق سن ال 18، مفيش في دول كلهم يعني حارس مرمى كده يشيل الشيله بعد الحضري. يلا ربنا يعدي على خير.